قبل ما نبدا ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناه باش توصلوا دوما بكل جديد اخبار المغرب. فتحت المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بمدينه العيون بحث قضائي في قضيه تحت اشراف النيابه العامه يوم امس الاربعاء من اجل التحقيق في مجموعه من الافعال الاجراميه المنسوبه لجوج ديال السيدات اللي كيبلغوا من العمر ما بين 30 و 43 سنه واللي كيشتبهوا في التورط ديالهم في قضيه كتعلق بمحاوله تهريب دولي للمخدرات والمؤثرات العقليه. وذكر بلاغ المديريه العامه للامن الوطني ان مصالح اداره الجمارك بتنسيق مع مصالح الامن الوطني بمطار الحسن الاول بالعيون كانت قد ضبطت 2291 قرص طبي داخل حقيبه السفر المشتبه فيها الاولى، وهذا الشيء مباشره بعد الوصول ديالها على متن رحله جويه قادمه من مطار لاس بالماس بجزر الكناري. وأضاف البلاغ أنه بعد تكثيف الأبحاث والتحريات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تم توقيف المشتبه فيها الثانية اللي كانت موجهة لها شحنة من الأقراص المخدرة المحجوزة، وهذا الشيء قبل ما تسفر عملية التفتيش عن حجز مبلغ مالي اللي كيشتبه في الكون ديالو من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وأفاد نفس المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبهات تحت تدبير الحراسة النظرية. كان هذا هو الخبر ديال اليوم، ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب وتشتركوا في القناه، وعلاش لما تبارطاجيو حتى هذا الخبر مع اصحابكم.